في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار. اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة، وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة، وقلت في حقه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال وألبسته لباس الكمال وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي إن في الجمعة ساعة، لقاء أسبوعي يتجدد دائما معكم معاشر محبي القرآن الكريم عبر هذا الأثير المعطر بأريج الذكر الحكيم. يسعد بخدمتكم في هذا اللقاء المبارك في الهندسة الصوتية خديجة مزوار، في الإخراج وتنسيق الفقرات ربيع زرهوني، وسيرافقكم من الآن وإلى حدود منتصف النهار عبد المجيد أمزال. فاللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال، وحول حالنا إلى أحسن الأحوال، واختم أعمارنا بأحسن الآجال، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت مولانا. سمعنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة المباركة من برنامجكم إن في الجمعة ساعة. وكنا قد توعدنا في الجمعات الماضية أن نخصص الحديث في هذا اللقاء المبارك حول سورة الكهف، نجعل هذه الصورة إن شاء الله هي مدار الحديث في هذه اللقاءات المباركات في هذا اليوم المبارك السعيد يوم الجمعة. وطبعا تحدثنا مليا وطويلا عن فضل سورة الكهف، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى تلاوتها وحثنا على تلاوتها كل جمعة، وقال بأنها هي مصدر النور للمؤمنين، فمن قرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقلنا بأنها عاصمة من فتنة عظيمة، بل من أعظم فتن الدنيا، وهي فتنة المسيح الدجال. من حفظ أو قرأ على حسب الروايات 10 آيات من سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال. طيب، المرة اللي فاتت كنا خدينا الآيات الأولى من سورة الكهف ووقفنا معها، وقفنا عند قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقفنا عند هذه الآية، فاليوم نستأنف إن شاء الله ما بدأناه ونواصل القصة ديال هذه الصورة، الصورة العجيبة التي بدأت بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقلنا بأن سبب النزول ديالها هو أن بعض المشركين ذهبوا إلى المدينة وسألوا أحبار اليهود عن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا لهم: بغينا نتأكدوا واش فعلا النبي ولا هو غير مدعي ويزعم أنه نبي. فقالوا لهم اليهود: أعطيه 3 ديال الأسئلة، إلا جاوبكم عليها راهي نبي، لأنه لا يعرف الجواب عن هذه الأسئلة إلا الأنبياء. فسولهم على أصحاب الكهف، وسولوا على الملك العادل الذي جاب الأرض طولا وعرضا، واسألوه عن الروح، 3 ديال الأسئلة. في بعض الروايات أنهم قالوا لهم: إلا جاوبكم على 3 ليس بنبي، خصو يجاوبكم غير على 2 ديال الأسئلة. وفعلا أجاب عن قصة أصحاب الكهف وأجاب عن ذي القرنين. أما السؤال الثالث اللي كان هو الروح، فقال تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وقلنا بأن سورة الكهف هي سورة مكية، وقلنا بأن المكي والمدني يعني على حسب الوقت ديال النزول، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن لم ينزل بمكة، وكل قرآن نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو لم ينزل في المدينة المنورة زادها الله نورا وتشريفا وتعظيما. فهذه الصورة هذه هي صورة مكية. قلنا باش كنعرفوا الصور المكية، كنعرفوها ملي كتكون فيها قصص الأنبياء وقصص السابقين، وكتحدث على أحداث يوم القيامة، وكتحدث على البعث والنشور والجنة والنار وكل ما يتعلق بتوحيد الله تعالى وكل ما يتعلق بالعقيدة. فأي صورة كتلقى فيها هذا الكلام هدفها في الغالب كتكون صورة مكية، بخلاف الصور المدنية اللي فيها التشريعات وفيها الأحكام، وغالبا ما الله تبارك وتعالى يخاطب فيها المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. فهذه الصورة صورة الكهف قلنا بأنها مكية، وكلها مكية باستثناء واحد الآية، ياك هذه الآية هي قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية هذه نزلت في أصحاب الصفة اللي كانوا في المدينة المنورة اللي كانوا يسكنوا ويأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه الآية نزلت فيهم، فإذا هذه الآية مدنية. طيب اليوم نكمل إن شاء الله ما بدأناه، ووقفنا عند قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ناخذ كلمة كلمة ونحاول نفهموا بعض الكلمات اللي هي ما واضحاش. طيب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم حسبت الخطاب في ظاهره لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمراد غيره، يك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكيبان في الظاهر أنه موجه للخطاب، ولكن في الحقيقة الخطاب موجه لي وليك حدا اللي كان قرأ القرآن، ياك. وهذا نظيره في القرآن الكريم كثير، ياك. كتلقى مثلا سيد ربي تيقول يا أيها النبي اتق الله، وزعما النبي صلى الله عليه وسلم ما متقيش الله تعالى، ياك. هذا النوع من الخطاب اللي كيبان لنا بأنه موجه لسيدنا محمد هو في الحقيقة غير موجه له، يذكرني بالحديث القدسي اللي كيقول فيه الله تبارك وتعالى يوم القيامة لعبده عبدي مرضت فلم تعودني، وش بصح أن الله تعالى كيمرض وكيقول لي عبدي استطعمتك فلم تطعمني، عبدي استسقيتك فلم تسقيني، وش الله تعالى كيمرض وكيحتاج للأكل وكيحتاج للشرب سبحانه وتعالى ما يصفون. هذه الآيات يعني الإنسان يحتاج أن يعمل فيها فكرة. إذن أم حسبت أن أصحاب الكهف، الخطاب في الظاهر راه للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد غيره، أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، كلمة أصحاب الكهف الصحبة من المعاني ديالها الملازمة، هي ملازمة. سيدي ربي قال ولا تكن كصاحب الحوت. ما معنى صاحب الحوت؟ هل كان سيدنا يونس يملك الحوت؟ لا، ولكن لأنه لبث في بطنه ما شاء الله من الوقت فكأنه لازم بطنه واحد المدة زمنية فسمي صاحب الحوت، ياك. فأصحاب الكهف لزموا الكهف واحد المدة من الزمن فنسبوا إلى الكهف، بحال مثلا الزوجة في اللغة العربية تسمى صاحبة، ياك. الصاحبة هي الزوجة، لماذا تسمى صاحبة؟ لأنها ملازمة. إذن أصحاب الكهف يعني كانوا دوزوا واحد المدة لازموا الكهف فسمهم الله تبارك وتعالى أصحاب الكهف. طيب الكهف شنو هو؟ الكهف قلنا بأنه هو واحد المتسع، واحد التجويف يكون في الجبل، اللي كيكون تجويف في الجبل وكيكون صغير 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 بزاف بحيث أن ما يقدروا يدخلوا ليه غير الحيوانات كيتسمى جحر، كيف قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى إذا دخلوا جب ضب دخلتموه، في رواية جحر ضب. الجحر يعني ما تيكون واحد الحاجة في وسط الجبل تحت الصخور ولكن تيكون ضيق تيقدر يدخلوا للحيوانات كيتسمى جحر.
طيب إذا كان كبر شي شوية ممكن الإنسان يدخل ولكن مضيق كيتسمى غار، فحال الغار اللي كانت يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد الليالي ذوات العدد، فحال غار اللي بقى فيه في, في, في الليالي ديال الهجرة مع سيدنا أبو بكر الصديق، ياك غار حراء وغار ثور كيتسموا غيران لأنهم مضيقين الواحد يالله كيقدر يدخل ماشي متسع. فملي تيكون داك التجويف أكبر من الغار يسمى كهفا، كهف بمعنى أنه راه متسع يهز واحد العدد ديال الناس ومتسعين ومرتاحين فيه. إلا كان أكبر يعني كيكون داك التجويف كبير كيتسمى مغارة. إذن كين جحر وكين غار وكين كهف وكين المغارة اللي هي أكبر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، شنو الرقيم؟ الرقيم قيل فيه ما قيل في التفسير لأنه فيه أقوال كثيرة، وخلوني نختار أنا غير قول واحد والله أعلى وأعلم، وهو واحد اللوح حجري رقمت فيه أسماء هاد الناس. رقمت شنو ما معنى رقمت؟ بمعنى كتبت، رقم بمعنى كتب، ياك معنى واحد اللوح كيف كيدار كيتصاوب شي معلمة تاريخية ولا شي مسجد ولا كذا، كتكون واحد اللوحة يعني من الصخر في الغالب كتكون من الرخام وكتكون مكتوب عليها، هذا كيتسمى الرقيم. يعني وهذا في الغالب كيدار في الأحداث العظيمة والشي حاجة اللي عندها تاريخ وعندها قيمة وكذا، كتكتب في ذاك الصخر بالمعنى ديال شنو هو، وأن عمرها ما غتمسح هذيك الكتابة، غتبقى ما بقيت الدنيا. أم حسبت أن أصحاب، إذن هو واحد اللوح كانت مكتوبة فيه الأسماء رقمت فيه أسماء هؤلاء الفتية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الفتية في اللغة العربية الفتى، الفتى هو ذاك الشاب يعني اللي اكتمل نموه واشتدت أعضاؤه وقوي جسمه. وفي الغالب اللي كنتكلموا على الفتى فحنا كنتكلموا على واحد الإنسان عنده مروءة وعنده أخلاق وعنده مبادئ وعنده رسالة، ياك سيدي ربي تكلم في سورة الكهف على هذاك الفتى اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام في الرحلة ديال البحث عن الرجل الصالح. وإذ قال موسى لفتى، وهذا الفتى كان هو سيدنا يوشع بن نون النبي اللي جاء من بعد موسى. فشنو كان الدور دياله؟ يعني رجل يطلب العلم، رجل دودين، شاب خلوق، شاب خدوم، هيك فسماه ربي فتى. سيدنا إبراهيم ملي حطم الأصنام وكان مؤمن وكان قوي وكانت عنده عقيدة وكان عنده مبدأ وحطم الأصنام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وملي كنتكلموا على الفتوة فكنتكلموا على الشجاعة، كنتكلموا على القوة، كنتكلموا على الدين، كنتكلموا على النجدة، كنتكلموا على الأخلاق العالية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيوصينا بالشباب، قال استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة. الشباب تعامل معهم زيان، يالله بادي في الحياة، ما تهرسهمش، كتكون عندهم طموحات، كتكون عندهم أحلام، كتكون عندهم أهداف، أعطيه الوقت، أعطيه إذا قدرت تساعده بشي حاجة ساعده، راه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمة هم الشباب، بغيتي تعرف واحد الأمة كيفاش غيكون المستقبل ديالها شوف الحال ديال الشباب. فالنبي كيوصينا بالشباب، وأغلب الصحابة اللي آمنوا بسيدنا محمد ونصروا سيدنا محمد وأزروا سيدنا محمد في البدايات في الأيام ديال الشدة كلهم كانوا شباب، كلهم كانوا في العشرينات وأقل من العشرينات. راه سيدنا بلال كان شاب، سيدنا عمر كان شاب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان شاب، هادو كلهم كانوا شباب، كلهم كانوا شباب، ياك. وعندنا احنا حديث صحيح بأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. على الشاب نشأ في طاعة الله لأنه عنده كل شيء، عنده القوة، عنده الوقت، عنده الجهد، عنده يعني العقل مازال ما ماشي 100%، مازال ما عندوش ديك الحكمة الكافية، ومع ذلك تيختار طريق الله تبارك وتعالى، لأن في هذاك الوقت راه كل شيء كيسخر منه صحابه كيستهزئوا به وتيضحكوا عليه وتيبقوا عليه المعقد، واش الناس كتحفظ وانت غادي شاد القرآن، واش الناس خارجة كتسافر وانت مقابل ليا، خرج شوية وعيش الحياة وضحك وسافر وعندك الحياة غتعيشها غير مرة. فهو كيصبر على هذاك الشيء كامل، كيصبر على السخرية وكيصبر على الاستهزاء، وثابت وصامد في يعني في الموقف ديالو أنني بغيت طريق الله تبارك وتعالى. فكيجازيه الله تبارك وتعالى لأنه دوز امتحان صعيب، كيجازيه الله تبارك وتعالى بأن الله
غدا يوم القيامة يكرمه بأنه يكون في ظل عرش الرحمن. إذن سمعنا فتى يذكرهم إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شفتي أخي الكريم أختي الكريمة، هنا سيد ربي أعطانا فحل قلتي الموجز. هنا ملي تيقول سبحانه وجل في علاه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أو الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد، شنو هو الرشد؟ الرشد هو اللي أن الله تبارك وتعالى يهديك الطريق المناسب للوصول إلى الصواب، هذيك تسمى الرشد. فهاد الناس لما ذهبوا إلى الكهف طلبوا الله تبارك وتعالى، لأن السلاح ديال المؤمن شنو هو؟ هو الدعاء. فلجأوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوا الله تبارك وتعالى أنه يهيئ ليهم ويصوب ليهم شي تصويبة من عنده. هيئ لنا من أمرنا رشدا، بمعنى يا رب يهدينا لهذاك الطريق اللي غادي يوصلنا لبر الأمان. شنو كان الجواب الإلهي؟ فضربنا. وشوف ديك الفاء اللي كنسميوها أهل اللغة فاء التعقيب، بمعنى أن الجواب جا في الحين، ما تعطلش الجواب سيدي ربي. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم بمعنى ضربنا واحد الحجاب على الأسماع ديالهم، ما بقوش كيسمعوا، نعسوا واحد النعسة وما غيبقوا يسمعوا حتى حاجة. ومعلوم أن أول حاسة كتخلق مع الإنسان هي حاسة السمع. شفتي الجنين في بطن أمه أخي الكريم أختي الكريمة، راه ما كيشوفش وما تيشمش، ولكن راه كيسمع، راه كيسمع الصوت ديال نبضات القلب ديال الأم ديالو، راه كيعرف. تخيل 9 شهور كاملة، راه أول حاسة اشتغلت عنده هي حاسة السمع، كيسمع النبضات ديال القلب ديال الأم، كيسمع الإيقاع ديال التنفس ديال الأم، تيسمع هادشي كله كيسمعه. فكتشوف مثلا بأن واحد الطفل كيكون مثلا عنده شهر مثلا ولا شهرين، يعني كيهزو عمو، كيهزو خالو، كتهزو الجارة، كتهزو كذا، ما كيسكتش. مجرد ما كتهزو الأم تيسكت. علاش؟ لأنه كيسمع نبضات ديال القلب، كيعرف ديك النبضات مزيان. مع داكشي الخارجي راه كيسمع الصوت ديال بابا وكيسمع الصوت ديال ماما، كيكون تيعرف هذيك الأصوات. وسيدي ربي هاد المسألة هادي لمح ليها في القرآن الكريم، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وبدأ بالسمع. فالإنسان ملي كيكون ناعس، دابا باش ينعس خص عينيه يتغمضوا، يعني سيدي ربي دار واحد الحجاب على العينين، لأنه إلا بقاو العينين محلولين ما يمكنش نعس، خص يتسدوا العينين. لكن السمع كيبقى تيشتغل، كيبقى تيشتغل. لذلك إلا بغيتي تفيق شي واحد شنو كدير؟ كتجي كتهضر معاه، فلان فيق، راه وصل الوقت، كيسمع الصوت كيفيق. الانسان في النوم كيبقى حاسه السمع، وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى. فهاد الناس باش ما يفيقوش سيدي ربي دار لهم واحد الحجاب على السمع ديالهم، لانهم ماشي غادي ينعسوا نهار ولا يومين، ولا غادي ينعسوا واحد المده طويله جدا، غادي ينعسوا واحد، يعني هذيك الاصوات اي حاجه ممكن تفيقهم ما غاديش نخليوها توقع، غنمشيو للاصل وغنسدوا الودنين، لان اكيد غيكونوا حيوانات، اكيد غيكون الرعد وغادي تكون اصوات وكتعرف الكهف مثلا راه ممكن يكون فيه كوروندير، ممكن تقول يعني تكون عواصف، فاي حاجه ممكن شي صوت يرعبهم سيدي ربي سد لهم ودنيهم. ياك دابا انا كنحاول غير نشرح مفرده بمفرده، ومن بعد غنرجعوا ان شاء الله باش نعطيو التفصيل اكثر. اذا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، شحال هذيك السنين؟ من بعد غادي نشوفوا سيدي ربي شنو غادي يقول لنا. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. البعث اخي الكريم اختي الكريمه، كاين البعث الاكبر اللي غادي يكون غدا يوم القيامه، ياك، وكاين واحد البعث كيوقع لينا حنا يوميا، وهو عندما نستيقظ. لأننا في الحقيقة سيدي ربي تيدير لنا موعظة كل يوم، ولكن أغلب الناس غافلين على هذه الرسالة وعلى هذه الآية. يوميا سيدي ربي أخي الكريم واختي الكريمة كيذكرنا بالموت. يوميا الله جل في علاه يذكرنا بالموت. فالإنسان ملي كيناس بالليل، ياك، راه مات موتة صغرى كيسميوها العلماء،
تذكره بالموت الكبرى. ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستيقظ في الصباح شنو كيقول؟ مجرد ما كيحل عيني كيقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد إلي روحي وإليه النشور. ياك الإنسان ملي كيكون ناعس راه شي مرات كيحلم أحلام جميلة وشي مرات كيحلم أحلام مزعجة. كأن سيدي ربي تيذكرنا بأنه راه نفس الشيء غادي يوقع لكم في البرزخ. نفس الشيء تيكون في البرزخ، أن البرزخ يا إما غادي يكون روض من رياض الجنة ويا إما حفرة من حفر النار نعوذ بالله من غضب الله. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا أريد أن أطيل، نتوقف لفاصل قصير ثم نلتقي لندلف إلى تفاصيل هذه القصة إن شاء الله. فاصل ثم نواصل يا أفاضل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في هذه الساعة المباركة مستمعينا الكرام من برنامجكم إن في الجمعة ساعة، نرفع أكفنا للباري تعالى سبحانه أن يمن علينا بالرضا والرضوان والرحمة والامتنان، وأن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض بفضله وإحسانه وجوده وامتنانه وكرمه وإنعامه. اللهم عاملنا بما يليق بك ولا تعاملنا بما يليق بنا، فإنك يا مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة. نسألك يا الله يا كريم يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أن تنظر إلينا في هذه الساعة المباركة نظرة الرضا، وأن تلطف بنا في القدر والقضاء، وتسامحنا وتتجاوز عن كل ما مضى بفضلك ورحمتك وجودك وإحسانك يا كريم. أخي الكريم أختي الكريمة، ما زلنا مع سورة الكهف وما زلنا مع هذه القصة العجيبة اللي كيتكلم عليها الله تبارك وتعالى وسمى هذه الصورة باسمها. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. والفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من بعد مراها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. من بعد سيد ربي غيتكلم على التفاصيل هنا في هذا الانطلاق من هذه الآية. أم حسبت أن أصحاب الكهف حتى أحصى لما لبثوا أمدا، هنا سيد ربي غادي يعطينا الملخص ديال قصة أصحاب الكهف. ملخص القصة ديال أصحاب الكهف كيف كيديروا في نشرات الأخبار. يعني ملي كتبغي تبدأ نشرات الأخبار أول حاجة تيقولوا الأنباء الرئيسية، موجز لأهم الأنباء، موجز لأهم الأنباء، وتعطيك ديك رؤوس الأقلام، ديك الأفكار الرئيسية، ديك العناوين العريضة اللي غادي تكون في الأخبار. واحد 30 ثانية تلخص لك نشرة الأخبار اللي فيها 30 دقيقة، عناوين رئيسية عناوين كبرى، ومن بعد كيدخل في التفاصيل. فهنا سيدي ربي كيقول لنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومن بعد غادي يجي وغادي يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، وغيبدا يفصل وغيعطي التفاصيل وغادي يعطي التفاصيل. إذا قلنا الخطاب هنا موجه في الظاهر لسيدنا محمد والمقصود غيره. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بمعنى لا تتعجب من قصتهم، راه هذا الشيء اللي وقع لهم راه ماشي شي حاجة عجيبة، خصوصا إلى شفتي الآية اللي قبل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. راه العجب الحقيقي راه ماشي أن واحد مجموعة ديال الناس، مجموعة ديال الشباب نعسوا في واحد الكهف 300 عام، راه ماشي هذا هو العجيب، راه كاين معجب. راه اللي أعجب هو هاد خلق السماوات والأرض وهاد الزينة التي أظهر الله تبارك وتعالى في هذا الكوكب، هاد الزينة التي أخرج الله تبارك وتعالى لعباده، وهاد العجائب التي أبدع الله سبحانه وجل في علاه، راه هذا هو العجب الحقيقي. فكأن ربي يقول لنا يا أمة الإسلام كنقول لكم
شوفوا إلى ما هو أعظم من قصة أصحاب الكهف، شوفوا إلى ما هو أعجب من الحكاية ديال أصحاب الكهف، وهو الكون وما فيه من العجائب. هو ملكوت السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، هاد الشمس والقمر وهاد الكواكب وهاد النجوم وهاد المجرات وهاد الشيء اللي كاين في الكون، هذا هو العجيب. لذلك المؤمن شأنه العجب، المؤمن شأنه العجب. شتي دابا المؤمن راه ملي تيركب في الطياره راه كتجي عجيبه، خلي الطياره كيركب في طوموبيل راه تيتعجب كيفاش ان الانسان هذا المخلوق الضعيف سخر له الله تبارك وتعالى الكون، ولا تيقطع المسافات اللي كانوا جدودنا كيقطعوها في اشهر وفي سنوات، ولا كيقطعها في ساعات. والناس كنعرفوهم يعني من العائله جدودنا وداك الشيء، يعني راه كانت الرحلات ديال الحج راه كان تيمشي عامين تيخلي مرته حامله، وملي تيرجع تيلقى بان ولده كيتمشى وكيهضر. اليوم ولا راه كيمشيو السته ديال السوايع كان في الدار البيضاء ولا في الرباط، ها هو السد سوا ولقى راسو في بيت الله الحرام. فإذا المؤمن طبعه أنه يتعجب، لذلك سيد ربي يقول لنا على سيدنا محمد بل عجبت ويسخرون. سيدنا محمد شكون كان يدير في غار حراء؟ راه كان يتأمل في الكون، في ملكوت السماوات والأرض. لأن فعلا الإنسان على قد ما كان عنده الإيمان وعلى قد ما القلب ديالو حي، على قد ما غيبدي يشوف بأن كل شيء هادشي عجب. هذا هو اللي كيسمي الله تبارك وتعالى الآيات، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، يعني هذه الآيات تدعو الإنسان للتعجب. تخيل مثلا سيد ربي تيقول لنا في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. آية عجيبة أن رجل كيكون عايش في بلاد ومرأة كتكون عايشة في بلاد وكيتلاقى وكيتزوجوا وتيولوا تعيشوا في سقف واحد وكيديروا أولاد وكتولي بينهم مودة ورحمة. آية ومن آياته منامكم بالليل، راه هذا من الآيات العظيمة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. كان الناس وكان موت الروح كتطلع ومن بعد عاوتاني الإنسان كيعاود يحيا. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، راه هذه آية من آيات الله. إذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ راه قصة الكهف ليست بعجيبة من آيات الله، لأن خلق السماوات والأرض وما بينهما وما خلق الله في هذا الكون أعجب من قصتهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سيد ربي يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذكر من اللي مشوا هذه الفتية إلى الكهف، علاش مهربوا للكهف؟ ويقال في كتب التفاسير بأنهم راه كانوا من علية القوم، راه كانوا أطفال ديال أسر وعائلات راقية في المجتمع، يعني كانوا كيعيشوا مرفهين وكانوا كيعيشوا في النعيم، وخلوا داك الشيء كامل ومشوا للكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف لماذا؟ خوفا على دينهم، لأنهم ما بغاوش يعبدوا الأصنام والأوثان في حال القوم ديالهم. فقالوا ربنا آتنا، ما عندهم حتى شي حاجة، يا ربي إحنا ما كيش اللي غادي ينصرنا، ما كيش اللي غادي يوقف معنا، يا ربي أغلقت وغلقت الأبواب في وجوهنا، ليس لنا إلا بابك، ليس لنا سواك. يا ربي سلاحنا الوحيد هو الدعاء، يا ربي عمادنا الوحيد هو أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا من لدنك رحمة، يسر لنا يا ربي، راك عارف بأن شنو اللي مخرجنا، يا ربي راك مطلع على القلب بأن رحنا هادشي كله دايرينه خوفا على ديننا ماشي على شي حاجة أخرى. يا ربي رحنا بغينا نطيعوك وخايفين لنوقعوا في الشرك، وخايفين ليلة بقينا في هذيك البلاد أننا نتفتنوا. من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، دير لنا يا ربي تاويل ديال الخير ووفقنا للطريق الصحيحة، وفقنا للفعل الصائب يا رب. فكان الجواب فضربنا، وقلنا ديك الفاء تسمى في اللغة فاء التعقيب بمعنى لم يتأخر الجواب. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، بمعنى سيد ربي سد لهم ودينتهم باش ما يبقاوش يسمعوا الأصوات الخارجية، لأن الصوت ينبه النائم. فبقوا سنين معدودة، سنين دوات عدد. ثم بعثناهم، شي دابا نديك ثم أدي للتراخي، يعني المرة فضربنا على آذانهم دعوا فضربنا، ديك الفاء بمعنى مباشرة جاوبهم الله تبارك وتعالى. ثم بعثناهم، هنا الاستيقاظ استعمل سيدي ربي ثم التي تفيد التراخي، معنى أنه بعد 300 عام عاد فاقوا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذن أيقظهم الله تبارك وتعالى من رقبتهم لحكمة يعلمها سبحانه،
لحكمة يعلمها سبحانه غادي نرجع لها من بعد. إذن الخلاصة ديال هاد الآيات ديال هاد الشطر اللي قلنا بأنه موجز لأهم الأنباء، اللي قلنا بأنه هو المختصر المفيد لقصة أصحاب الكهف، الله سبحانه جل في علاه يعني أعطاه واحد الآية بأن أنتم جيتوا لعندي وقصدتوني، ها أنا غادي نديركم معجزة وغنديركم آية من آياتي وغادي تشوفوا عظيم الصنع ديالي، لتزدادوا يقينا وتزدادوا إيمانا بكمال قدرتي، وليزداد يقينكم بهذا الدين، وليزداد يقينكم بي وبالبعث، وليكون هذا يعني ذكرى وعبرة لكل المؤمنين في هذاك الزمن وفي كل الأزمان، يكون آية أخرى للكفار. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نقص، نحن نقص، شتي القص أخي الكريم أختي الكريم، شنو القص؟ كنقولوا المقص، المقص ياك معروف مقص. لماذا سمي المقص مقصا؟ لأنه يقص. شنو يقص؟ في اللغة العربية القص هو تتبع الأثر، لأن المقص تشوف دوك الناس اللي كيبيعوا التواب ملي كياخذ داك المقص وكيبدأ في التوب سبحان الله العظيم لما يديه مولفة وكيكون حريفي، يعني تيبقى داك المقص شاد طريق، تيقطع لك واحد يعني واحد متر ونص ولا جوج متر، تيقطع في 20 ثانية دغيا، وديك القطعة ديالو كتكون مقادة. أنا اللي ما تنعرفش يعني تنبقى ندو الحل وداكشي ما تيكونش هو، ولكن هو حيت حريفي يعني القص، يعني داك المقص كيشد واحد الطريق وتيبقى غادي تبع 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 حتى النهايه ياك. وفي اللغه العربيه يقال لهذوك الناس اللي كيتتبعوا الاثار كيتسموا قصاص الاثر، لانهم كيبقاو يتبعوا الاثار، تيتبع الاثار اثار الاثار اثار، تتبع الاثار يسمى القص. فلذلك سميت القصه، لان الرجل الذي يحكي لك القصه شنو كيدير؟ يعني يتتبع الاحداث، حدث مرا حدث مرا حدث مرا حدث حتى كيوصلك للنهايه. اذا نحن، وشوف ديك نحن ديال الذات العاليه، نحن ديال العظمه ديال الله سبحانه وتعالى، نقص عليك. شتي الانسان ملي كيحكي لك اخي الكريم واختي الكريمه قصه، كاين احتمالات كثيره. اولا قد يطرا على الانسان النسيان، احنا بشر والانسان انسان لانه ينسى، فممكن شي مرات تزيد احداث نقص احداث تنسى احداث ما تذكرهاش، الانسان كينسى. فمثلا ممكن اليوم نحكي لك واحد القصه وتدوز واحد شهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين ونعاود نحكي نفس القصه، ولكن غادي نلقى بانني شي تفاصيل ضاعت مني. فملي تيقول لك سيدي ربي نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الا كان الله تعالى هو الذي يقص وما كان ربك نسيا، ما يمكنش ينسى شي حاجه من التفاصيل ما يعاودهاش لك. هذا من جهه. هذاك الانسان الذي يقص قد يكذب، قدر يكون قلة الدين ويبدا يكذب ياك، وهذا الشيء واقع في التاريخ، راه كتب التاريخ مملوءة بالكذب، التاريخ عبارة عن قصص. ولذلك اللي بغي يتمعن في هذا الشيء مزيان ويفهم هذا المعنى هذا يرجع لمقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى، هذا العالم، هذا الآية من آيات الله، هذا الرجل العجيب، يعني كيفاش أنه ديك الروايات التاريخية كيفاش أنه يحكمها إلى العقل، وكيفاش أنه يخضعها للقوانين المنطقية والقوانين العقلية والقوانين الاجتماعية، وهو مؤسس علم الاجتماع. يعني واحد مجموعة دي الأشياء كنت تقرا لي المقدمة دياله العجيبة، فكتلقى مجموعة دي الأشياء أخي الكريم أختي الكريمة كيفاش أنه يعرض هذيك القصص ديال التاريخ ويظهر يعني ضعفها، ويظهر بأنها يعني مجرد كلام لا أساس له من الصحة بطريقة منطقية. فالذي يقص ممكن أنه يكذب، ممكن أنه يعني من أجل الإثارة ومن أجل التشويق ومن أجل أنه يدير واحد يعني يدير واحد الزوبعة وكذا، ممكن أنه يبدي يزيد شي تفاصيل وينقص وكذا باش يخلي واحد الإثارة معينة تكون. فملي تيقول لك سيدي ربي نحن نقص، إذا هادشي كله ما كاينش، يعني نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نقص عليك نبأهم بالحق، يعني هذا الحق المطلق اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وشوف دي كلمة النبأ، راه كاين الخبر وكاين النبأ. في الأخبار تيقولوا يا إما تنسميو نشرة الأخبار أو نشرة الأنباء. عرفتي ملي كتقول ديك النبأ راه ماشي خبر عادي، راه كيكون النبأ العظيم،
الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم. فحل مسلم لك يقول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. سيدنا سليمان فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني جبت لك واحد الخبر عظيم، أنني لقيت واحد الأمة يعبدون الشمس وانت مالك قدك قداش وانت من أعظم الأنبياء في الدنيا وباقي مشي ناس يعبدون الشمس من دون الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. فالنبأ هو الخبر العظيم، نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية، بالحق بمعنى بالصدق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية، تكلمنا على الفتية المعنى ديالها هيك قبل الفاصل، آمنوا بربهم. إذن الوصف ديال هذه الفتية أول حاجة أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وزدناهم هدى. ملي آمنوا بالله تبارك وتعالى زادهم الله تبارك وتعالى هدى. لأنهم شباب باش الله تبارك وتعالى يتبتهم على الدين زادهم هداية وزادهم توفيقا للعمل الصالح، زاهدهم في الدنيا يعني ووفقهم للانقطاع عنها. أزر الله سبحانه وجل في علاه أخي الكريم أختي الكريمة، يعني يزيد الإنسان المؤمن هدى. بغيت تتأكد من هذه القضية هذه، احنا مثلا الآن غادي يعني كنفسروا واحد الجزء من سورة الكهف. تخيل جيتي للدار مثلا اليوم وقبضتي هذيك الآيات اللي فسرنا هذا النهار هذا وعاود قريتيها وبديتي كتأمل فيها، والله الذي لا إله إلا هو إلا ربي غادي يبدا يعطيك عاوتاني أفكار أخرى وغتجيك شي أمور لبالك، وربما أنت راك ما قريتيها في شي بلاصة وما سمعتيها في شي بلاصة، ربي غادي يزيدك من فضله سبحانه وجل في علاه. الإنسان ملي كيكون مثلا ينوي أنه يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، ينوي مثلا أنه يصلي واحد الصلاة في الوقت دياله، والله الذي لا إله إلا هو ملي كتكون عنده هاد العزيمة وكتكون عنده هاد النية الصادقة سيدي ربي سبحانه وتعالى توفق وتهيئ ليه الأسباب باش أنه يقوم بهذاك العمل. هكذا الله تبارك وتعالى إلا شاف منك الصدق يزيدك توفيقا ويزيدك يعني عونا وهداية. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم. شوف ديك الكلمة ديال وربطنا على قلوبهم، كيفاش ربطنا؟ شي دابا ملي كتكون عندك ديك القربة ديال الماء، الناس زمان كانوا كيعرفوا هاد الشيء، داك الفم ديال القربة شنو كدير ليه؟ كتربطو، إلا ما ربطتيش كيتخوى الماء، ياك؟ سيدي ربي تكلم على هاد المسألة ديال الربط على القلب في شأن السيدة أم موسى عليه السلام، قال عنها سبحانه إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني أم موسى عليه السلام لما ألقته في اليم واحد الوقيتة قلبها بدأ يرتجف، قلبها كاد أن ينخلع من مكانه. فهمتي ديك الكلمة دي ربطنا؟ يعني فحال واحد الحاجة شديتيها ربطتيها باش تبقى في بلاصة ما تمشي في بلاصة، يعني القلب دي الأم موسى كان غادي يخرج من بلاصته من شدة الهلع والفزع ويرتجف خوفا وفزعا على موسى، وبدأت جميع السيناريوهات كانت غتجي لها لراسها، وقيلا كلاه شي تمساح، وقيلا غرق، وقيلا تخنق، وقيلا وبدأت كتجيها هاد الهواجس. فسيدي ربي باش هاد الهواجس هادي ما تجي، لان هذيك اللحظه الله يحسن العوان راه ممكن انها تخرج وتفضح الامر ديالو وتبقى تغوت وتجي ولدي ويفتضح امرها، وداكشي اللي خافت منه يطيح فيه وهو يتقتل الصبي. فسيدي ربي شنو دار؟ ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. شوف دابا شي مرات كيكون ولدك مثلا خارج مثلا مشى باش يدير شي سخره مثلا وبدا كيتعطل وما جاش، فجميع الافكار كتجيك لبالك، الشيطان كيجيك بدي يقولك وقيلة تسرق، وقيلة سخف، وقيلة تودر، وقيلة تلقاو ليه اللصوص، وقيلة شنو وقع، تجي الهواجس فالقلب يكاد ينخلع من مكانه. فديك ربطنا بمعنى، فهاد الفتية هادو أخي الكريم أختي الكريمة هربوا من واحد البلاد اللي القوم ديالها يعني يعبدون الأصنام
وهما قلنا بأنهم معروفين وقالوا هاد الشيء هذا يعني وكل شيء ولا كيعرفهم بأنهم وحدهم في هذيك المدينة اللي ما باغينش يعبدوا الأصنام، فخرجوا هربا خوفا على دينهم. فملي وصلوا لذاك الكهف راه جميع الأفكار كانت ممكن أنها تجيهم، كالأفكار كلها تجيهم، غادي نموتوا بالجوع، عندك هنا عندك يدخل علينا شي سباع، عندك يعرفنا الملك والجنود ديالو يعرفونا فين كاينين ويجيو يشدونا ويديونا، يعني الأفكار كثيرة كانت ممكن أنها تجيهم. فربي قال وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم، يعني سيد ربي عطاهم واحد التبات في القلب، وعطاهم واحد السكينة في القلب، وعطاهم سيد ربي يعني شد عزائمهم بالإيمان، فارتاحوا ونزلت عليهم الطمأنينة، وعطاهم سيد ربي واحد رباطة الجأش فلم يخافوا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أعلنوها بأن نحن سيدي رحنا مؤمنين وإحنا ما بغيناش نعبدوا الأصنام، ما بغيناش نشركوا بالله تبارك وتعالى، لكن إله واحد، لقد قلنا إذا شططا إلى عبدنا شيء إلى آخر من غير الله سبحانه جل في علاه غادي نكونوا بعدنا على الحق وتجاوزنا الصواب، لأن الشطط هو تجاوز الحد، ومن جعل مع الله إلها آخر فقد تجاوز الحد وتجاوز الصواب. وهذا يدلنا على أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام ورفضوا. نأخذ فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. أخي الكريم وأختي الكريمة، نواصل دائما هذه القصة المباركة التي سمى الله تبارك وتعالى هذه الصورة كلها باسم الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، ووصلنا لقوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين، معنى أن هذا القوم ديالنا اللي احنا عايشين معهم اللي في الحقيقة هما ناس أكبر منا سنا وأكثر منا حكمة أشركوا مع الله سبحانه جل في علاه، فيجيبوا شي دليل على صدق ما يقولون. احنا عدنا الدليل بأن الإله ديالنا إله واحد، وهما ما عندهم حتى شي دليل بأنه كاين آلهة أخرى. ذلك سيدي ربي في القرآن الكريم كيقول قل لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدته. تخيل سيدي الكريم سيدتي الكريمة لو أنه فعلا كانوا زوج ديال الآلهة، واحد الإله باغي مثلا يطلع النهار والآخر ما راشقش لي على النهار يقول لي لا بغينا نديروا الليل، واحد باغي يغني واحد الإنسان والإله الآخر تيقول لي لا هذاك ما خصناش نغنيه حتى نفقروه، الوجه المشروك عمره ما كيتغسل. سبحانه وتعالى عما يصف، واحد أحد فرد صمد ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير، لا يحتاج إلى الوزير ولا إلى المشير سبحانه. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما كاينش ظلم أعظم من هذا الظلم، هذا من أن إنسان يجعل مع الله إلها آخر. ما كاينش ظلم أكبر من أن الإنسان يكذب على الله تبارك وتعالى وينسو له الشريك. إمتى يحتاج الإنسان للشريك؟ يكون ضعيف خاص اللي يعاونه سيد ربي قيوم السماوات والأرض. فأعظم ظلم على الإطلاق هو افتراء الكذب على الله. فمن أظلم ممن كذب على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تخيل أن ربي سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأكوان وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق البحار والأنهار والأشجار والأحجار وهذا الشيء كله اللي كاين في الكون، وتيجي واحد الإنسان يجعل مع الله شريكا لم يخلق شيئا. ظلم ظلم وأي ظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، بمعنى أنكم فارقتوا هاد الناس وخالفتوا هاد الناس هذا وخالفتوا ذيك العبادات، كل ما يعبدون غير الله تبارك وتعالى خالفتموهم وفارقتموهم وتركتموهم وفررتم بأبدانكم من أجل أديانكم.
فررتم ببدنكم من أجل دينكم ومشيتوا هربتوا للكهف ولجأتم إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، سيروا الكهف. ياك الإيواء هو ملي كتمشي لواحد الحاجة وأنت مضطر إليها. دابا الإيواء أوى يأوي، يعني ملي كتمشي لواحد بلاصة بحال مثلا دابا أنت غادي خارج في فصل الشتاء وما هزش معاك المظلة ديالك، وواحد الوقيتة غادي كتمشى، واحد الوقيتة بدات الشتاء خيض من السماء، اشنو كدير؟ تأوي لشي محل من هذوك المحلات اللي كيكونوا دايرين ديك الدراجات ياك، فكتمشي كتوقف واحد تحت واحد الضليله كتوقف. علاش؟ لانك مضطر، ما عندكش الاختيار والا غتفزك. ولذلك كاين عندنا حنا ما يسمى مأوى الشباب، دوك الشباب اللي كيكونوا مثلا تيبغوا يسافروا ولكن شاب باقي في مقتبل الحياه، باقي والديه كيصرفوا عليه وعنده ديك الهوايه ديال السفر، تيحب انه يسافر ويتجول ويكتشف الثقافات والاعراف والتقاليد ديال البلدان والشعوب، ما عندوش الامكانيات باش يمشي للفنادق. فاشنو كيدير؟ كيمشي لمأوى الشباب، كيتسمى مأوى. علاش كيتسمى مأوى؟ لانه ما عندوش البديل، لانه ما عندوش الامكانيات باش يمشي لفنادق مصنفه ويمشي لشي بلاصه. فداك المأوى شنو كيكون فيه؟ كيكون داكشي حدو قدو، يعني كيكون ديك الأسرة على قد الحال، وكيكون المساحة على قد الحال، والنظافة على قد الحال، كيكون داكشي بسيط جدا. علاش؟ لأنه أنا غادي اللي غادي اضطرارا، النهار اللي غادي يعني نخدم ويكون عندي مدخول وتكون عندي الإمكانيات، ما غنبقاش نمشي للمأوى، غادي نمشي للفندق مصنف. لاحظتي؟ إذا فأووا، إذا ما عندهمش الخيار، فأووا إلى الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته، بمعنى ربي سيقابلكم برحمته، سيقابلكم بفضله، غادي يسهل لكم الله تبارك وتعالى وغادي يكرمكم. وفعلا شتي هذاك الكهف اخي الكريم واختي الكريمه، راه نعسوا فيه واحد النعسه مستحيل شي واحد ينعسها، يعني ارتاحوا في هذاك الكهف واحد الراحه، سيدي ربي عطاهم واحد الراحه في هذاك الكهف لا مثيل لها، لا تكاد تجدها في اي مكان، كايناش في بلاصه كاينه تما. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه، ويهيئ لكم من امركم مرفقه، وقرئت مرفقة، مرفقة مرفقة، جوج ديال القراءات. حنا بالدارجة كنقولوا المرفق ياك، كتعرف المرفق شنو هو؟ هو هذا العظم الذي يربط الساعد بالعضد ياك، الساعد أو الذراع يعني يربطه بالعضد، فهذاك تسمى المرفق، اللي هو من داخل فرائض الوضوء ياك، غسل فرائض الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين ياك. فعلاش كيتسمى المرفق؟ لأن ملي كتكون مثلا جالس فواحد المكتب ولا واحد الطاولة مثلا وحسيتي بالعياء، شنو كدير؟ كتحط المرفق ديالك فوق الطاولة وكتحط يديك على خدك فكترتاح. لاحظتي؟ كيكون سبب في الراحة، كذلك سمي المرفق، يكون سبب في الراحة. الإنسان ملي كيكون مثلا فيه الناس ولا فيه العياء وحاس براسه بأنه دايخ، كيحط يدو في داك المرفق فوق ديك الطاولة وتيتكي وجهه ولا راسه على يده ويعتمد على داك المرفق فيشعر بنوع من الراحة. ياك ويهيئ لكم من امركم مرفق. حنا كنقولوا بان المرافق صحيه، مرافق اداريه، يعني بلايص كيمشي ليها الانسان باش يقضي مصالح ديالو، باش يقضي حاجه ديالو، فكتسمى مرفق. يهيئ لكم من امركم مرفقه، يعني انكم قصدتوا الله تبارك وتعالى. راه هذا الكهف اللي هو عباره عن مكان موحش، مكان ماشي ديال الاستقرار، وماشي مكان ديال العيش، وماشي مكان ديال الراحة، راه رحمة الله تبارك وتعالى ستحوله إلى مكان فيه الراحة ياك. رحمة الله تبارك وتعالى غادي تخليه مكان مريح، إن المرفق هو كل ما ينتفع به. إذن ربي سبحانه وتعالى سيجعل لكم في هذا الكهف نفعا وفائدة إن شاء الله. يهيئ لكم من أمركم مرفقة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وقفوا شوية مع هاد الآية الجميلة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور بمعنى أنها تميل. ولذلك هذاك اللي كيجي عندك يزورك يسمى زائر. علاش كيتسمى زائر؟ زار يزور فهو زائر. علاش كيتسمى زائر؟ لأنه يميل إليك، مال وجل عندك ياك، الزيارة هي الميل، تكون غادي في طريق
وتيقول بلاتي ندوز عند فلان بلاتي نشوف فلان يميل. فتزاور وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، بمعنى أنها كتميل على ذاك الكهف ديالهم. علاش؟ باش ما تفيقهمش، لأن الأشعة ديال الشمس القوية خاصة في الصباح الباكر في ذاك النصف الأول من اليوم، يعني ملي كتشرق هذيك الشمس سبحانك يا جليل يعني توقظ النائم. فسيدي ربي باش ما تفيقهمش الأشعة ديال الشمس، فسيدي ربي خلى الشمس أنها الشعاع ديالها يميل عن الكهف باش ما يفيقهمش. داخلة فاش هادي؟ هادي داخلة في الكرامات. يعني هنا الآن خرجنا من المسائل العادية والمسائل العقلية، دابا دخلنا في الكرامات. هاد الشباب هادو خالفوا كل شيء، يعني هم شباب كان ممكن أنهم يفكروا في المستقبل ويفكروا في أنهم يعملوا ويديروا مشاريع ويديروا أسر ويقرأوا وكذا، فهم هاد الشيء كله ضحوا به من أجل الدين، فخالفوا العادة، فخالف الله تبارك وتعالى معهم العادة وخالف معهم القوانين الكونية والنواميس الإلهية في الكون كلها، خالفها الله تبارك وتعالى. المدار ديال الشمس غادي يتغير لأجل هؤلاء الفتية. ربي اللي قالها، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تتميل جهة اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وشوف هذا اللفظ القرآني الجميل والرائع، وإذا غربت تقرضهم، دابا في الطلوع كتميل جهة اليمين وفي الغروب تقرضهم ذات الشمال. ما معنى تقرضهم؟ ما معنى تقرضهم؟ تقرضهم جت من القرض. القرض هو الدين. أنا مثلا ملي كنكون واقف ما عنديش، يعني أذهب إلى واحد الإنسان تنعرفه بأنه رجل مزيان مغيث كيغيث الناس، وكنمشي عنده كنقول الله يجازك بخير راني واقف على واحد البركة نقضي بها ريتما. فملي كيمشي الإنسان يتسلف كياخد شي حاجة كبيرة، كياخد داك الشي باش غادي يقضي يوقف عليه. صالير في الاخر ديال الشهر كيسالي، كتبقى ديك الاسبوع الاخر اللي الانسان تيلقى راسو كيشوف، او ديك 10 ايام الاخر كيلقى راسو ما عنده حتى حاجه، فكيوقف. اشنو باغي؟ باغي باش يقضي المصالح الرئيسيه والاساسيه، ما باغيش انه الكماليات وباغي كذا، فكيمشي كيتسلف من اجل المسائل الضروريات فقط، فكيمشي كياخذ. لذلك سمي هذا القرض. فسيدي ربي استعمل هنايا هذا اللفظ، هذه تقرضهم بمعنى انه كيدخل لهم هذيك الاشعه الكافيه، مش كلها، مش الاشعه ديالها كلها، وانما كيدخل لهم واحد الجزء الذي يكفي باش ما يغمالش هذاك الكهف، ذاك الجزء اللي غادي يكفيهم اولا ما يفي، وثانيا يعني الجسم ديال الإنسان يحتاج إلى أشعة الشمس، وهذا مع ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والتنفس وكذا وكهف وكذا. فسيدي ربي سبحانه وتعالى لما دخلتش لهم الشمس يعني غادي بلاو الرطوبة غتقتلهم. فلذلك سبحانه وتعالى دار لهم القضية هذه، يعني كيدخل لهم واحد الجزء من أشعة الشمس بما يكفي، شي حاجة قليلة اللي تكفيهم. تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، في فجوة منه، يعني هما راه في وسط هذاك الكهف وفي متسع من هذاك الكهف، فكيدخل لهم الحمد لله الهواء النقي ونسيم الهواء وديك الأشعة ديال الشمس الكافية باش يبقى ذاك المكان يعني فيه هواء نقي وما فيهش الرطوبة. بمعنى أنه على مدار اليوم أخي الكريم أختي الكريمة، الله سبحانه وتعالى يحجب عنهم هذيك أشعة الشمس التي ستوقظهم سواء في الطلوع أو في الغروب، كيدخل الشمس بما يكفي لذاك الغار من أجل ما ذكرنا ياك. وهذا الشيء كله استجابة لدعائهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فسيدي ربي استجب لهم الدعاء ونشر لهم يعني الرحمة في هذاك الكهف وهيئ لهم من أمرهم مرفقة. طيب ممكن شي واحد يسأل ويقول هذا الكهف هذا فين كاين؟ هذا سؤال يطرح، هذا البلاصة هذه فين كاينة بالضبط؟ شوف المفسرين اختلافوا هذا الكهف هذا فين كاين. قالوا هذه القصة هذه وقعت قرب بيت المقدس يعني في فلسطين، قالوا هذا الكلام. بعض المفسرين قالوا بأن هذا في العراق، بعضهم قال هذا الشيء راه وقع في بلاد الروم،
والحقيقة أنه ما كاين حتى شي دليل على فين كاين في حقيقة وحقا وصدقا هذا الكهف. هذا كاين حتى شي دليل. راه في الأردن الآن كاين واحد الكهف كيمشيو الناس كيزوروه في مقابر وكذا وكيقولوا بأنه راه ديال أصحاب الكهف، ولكن الحقيقة هي أنه شي دليل صحيح وشي أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هاد الناس في هاد البلاصة بالضبط ما عندناش. والحكمة شنو هي؟ الحكمة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. أي حاجة غتقربك من الجنة وتبعدك على النار راني قلت لك. عرفتي الكهف فين كاين ولا ما عرفتيش فين كاين؟ هذا لا يزيد ولا ينقص. الذي يزيد في إيمانك وهو أن تدرك حقيقة هذه القصة هذه وأنها قصة حقيقية وقعت تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: ذلك من آيات الله. هادشي اللي وقع لهاد الناس ذلك من آيات الله. وعلى فكرة هادو راه وقعت لهم هذه الآية هذه راه ديال أنهم ماتوا وحياوا، هذه راه في الحقيقة هو ماشي ماتوا منعسوا وحياوا، ولكن الموت والحياة هذه وقعت مثلا لسيدنا عزير لما مر على القرية ديال بيت المقدس وكلها خراب وكلها يعني صارت يعني كلها سويت مع الأرض، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمته الله 100 عام، مات الموتة ديال بصح، ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم. قوم موسى من اللي قالوا أرنا الله جهرة فسد ربي قتلهم كاملين فأخذتهم الصاعقة. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لأن سيدنا موسى بدأ كيدعي الله تعالى، قال: بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا. فسيدنا ربي استجب لسيدنا موسى وأحياهم، وإلا راه يعني أحياهم بعد الموت. أصحاب الكهف ماشي ماتوا، أصحاب الكهف كانوا ناسين. هذه آية أخرى: ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد. يعني هذا الأمر ديال الهداية واحد الأمر عظيم جدا، قسم ولا قسمين. يعني كاين هذيك الهداية ديال يعني تنوريك طريق الله تبارك وتعالى، هذا نوع من الهداية، هذا هو اللي كانوا كيديروا الأنبياء والرسل. قال سبحانه عن سيدنا محمد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني ترشد الناس، كتوري للناس الطريق، كيسميوها هداية الإرشاد. وكاين واحد الهداية أخرى اللي هي توفيق من الله تبارك وتعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، بمعنى أنه يوفق الله تبارك وتعالى للاهتداء بالآيات دياله يعني من يشاء كأصحاب الكهف. ولكن هما بغاو، راه هما اختاروا، باش الإنسان ماشي مرات بعض الناس كيقولك ربي كتب علي، ربي كتب علي نكون من أصحاب النار، ربي كتب علي نكون من أصحاب الشقاء. لا لا لا، ربي ماشي كتب عليك، ربي عطاك الاختيار. كلها اللي خلق الله سبحانه جل في علاه جبرها على طاعته، جبرها على طاعته، ما عطى حتى شي مخلوق من المخلوقات الاختيار إلا الإنسان. تقالين ياك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة قالوا العلماء هي الاختيار، هي أنك تختار واش تكون مؤمن ولا كافر. سيدي ربي قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. حتى داك الظل ديال الانسان راه والظلال ديال الاشياء كلها راه تسجد لله تبارك وتعالى. شي داك الملحد، الملحد الكافر الذي يقول بانه لا اله والحياه ماده والطبيعه والعقل والصدفه وما عرفت شنو، راه هذاك الظل ديالو يسجد لله تبارك وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم، حتى الظلال ديالهم تسجد. فالشاهد ان الأمانة اللي أعطى سيدي ربي للإنسان أنه أعطاه الاختيار، أنه يختار واش يطيع الله تعالى ولا ما يطيعش. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن كاين الجزاء. فإذا من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل بمعنى أنه هو ما بغاش الهداية، هو مشى في طريق الضلال، هو اختار، هو ما كانش عنده استعداد، ما كان ما باغيش، هو مشى اختار حاجة أخرى. فلن تجد له يعني وليا مرشدا، ما غتلقاش اللي غادي يوقف معاه، ما غتلقاش اللي غادي يرشدو لطريق الصواب، ما غتلقاش اللي غادي يوريه طريق الهدايه، ما غتلقاش اللي غادي يخلصو من الضلاله. لان التوفيق والخذلان بيد الله جل في علاه، والله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. اذا
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نأخذ فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. سمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة إلى حدود منتصف النهار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. إذن أخي الكريم وأختي الكريمة، ما زلنا مع سورة الكهف وما زلنا مع القصة ديال هذه الفتية اللي أووا إلى الكهف ونشر الله تبارك وتعالى لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقة. وشفنا يعني كيفاش أنهم أووا إلى الكهف، وحنا غادي نتقدقوا وما بغيناش نحكيوا هذيك الحكايات وديك القصص اللي كاينه في كتب التفاسير، لأن في الحقيقة هي عبارة عن قصص قد تكون صحيحة وقد فيها شوية من الصحة وشيء من الخطأ. فإحنا ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل كاملة، ما بغيناش نتعمقوا في هذا الشيء كامل، خدينا فقط القرآن الكريم والآيات دياله، بدينا معها بواحد الشكل مبسط جدا من أجل أن تكتمل الصورة. والهدف شنو هو الهدف؟ أننا ملي نكونوا كنقراوا هذه الصورة هذه يوم الخميس مساء أو يوم الجمعة إن شاء الله، الواحد يحس بالحلاوة. تقبي يا أخي الكريم واختي الكريمة، راه ملي كتقرأ القرآن أو كتسمع القرآن وأنت يعني فاهم، راه ماشي بحال لك تقراه وانت ما فاهمش، فكتكون عنده واحد الحلاوة أخرى، كيكون عنده واحد الطعم آخر، كيكون عنده واحد الجمال كتحس به، واحد اللذة فكتحس بها في قلبك، والحاجة مجرد ما كتلذذ بها وكتتمتع بها كترتبط بها. هذه نفسيا أي حاجة كتديرها لأنك كتلقى فيها المتعة، وأي حاجة كتهرب منها لأنك كتلقى فيها الألم. فاللي كيخلي واحد العدد ديال الناس كيهجروا القرآن شنو هو؟ هو أنهم اللي كيفتح المصحف كيبدأ يقرأ تلقى بأول صعوبة في النطق، التعليم ديالو ربما كان فرنسي، ربما المستوى ديالو على قد الحال في اللغة العربية، فكيلقى صعوبة في أنه يتلفظ بالكلمات، هذا من جهة. ثم هو تيقرأ تلقى راسو بأنه تيقرأ وما فاهمش، اش غنقرات انا جالس ربع ساعة ثلث ساعة نحاول نتهجى ونحاول نقرأ، ولكن داكشي اللي كنقرأ ما فاهموش، يشعر كأنه كيضيع عليه الوقت وكيشعر بواحد المعاناة وكيشعر بواحد، فشوية بشوية الإنسان كيبدأ يهرب. فملي كتكون كتفهم القرآن اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا لسانك تيتطلق، وزيد عليه أنك كتولي كتفهم، فكتولي كتمتع كتولي كتمتع، فكيولي الإنسان مرتبط بالقرآن الكريم. وهذا الشيء هو اللي كان واقع الأجيال السابقة، المسلمين الأوائل يعني القرآن كانوا كيفهموه مزيان لأن نزل بلغتهم. إحنا الآن ولا بيننا وبينه أبحر وجبال، ولينا يعني خصك تحط حدا كتاب ديال التفسير وخصك تبقى باش تفهم، لأن تجد صعوبة لأن لغتنا ماشي هي اللغة العربية اللي كانت في ذاك الوقت. طيب شوف نعطيك عن مثال، واحد المثال بسيط الآن جاني البالي، وإحنا نحن نتحدث عن سورة الكهف إن شاء الله. سيد ربي تتكلم مثلا في ذيك الآيات اللي شفنا قبيلة، قالوا وإذا اعتزلتموهما ما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف، ياك كتحس بأنهم في المشهد دابا بغينا نصوره سينمائيا، كتحس بأن هاد الفتية هادو هما غاديين خارجين من المدينة، ياك ووصلوا الباب ديال الكهف، وقالوا لبعضياتهم يعني هانتم دابا بعدتوا على القوم ديالكم المشركين، ويلا ندخلوا دابا لهاد الكهف نجلسوا فيه نرتاحوا فيه حتى الغدا ونشوفوا كي غنديروا. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. هذا المشهد هذا فين كاين؟ هذا المشهد وقع في باب الكهف، يعني الله قرروا مجموعين أنهم بغين يدخلوا لذلك الكهف. شوية مرها مباشرة الآية اللي بعد منها شنو كيقول الله تبارك وتعالى؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، بين لك سيدي ربي بأن الناس ناعسين، كأن دابا دازت واحد 100 سنة على ديك الآية الأولى أو 200 سنة. بدا كيتكلم لنا سيدي ربي على الشمس بأن الناس راه ناعسين وما كيسمعوا والو، والشمس راه بدا الشمس ما كتقيسهمش. هذا شنو كيتسمى هذا؟ هذا شنو الحكمة ديال هذا؟ الحكمة هو واحد الجمالية، هادشي هذا يفهموه الناس ديال السينما والناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال الفني.
ملي كتفرج مثلا في شي مسلسل ولا شي فيلم مثلا تيبان لك مثلا واحد البطل ديال الفيلم مثلا راكب في السيارة ديالو راكب في السيارة وواحد الوقيتة تيدير واحد الفران يعني تيشوف شي شجرة قدامه ولا شي كاميو ولا شي حاجة وكيدير شي فران قوي وهذا وكتسمع شي صوت ديال الاصطدام قوي موراها اش كيدير المخرج موراها المخرج في المشهد اللي موراه مباشرة تيبين لك الناس لابسين الابيض العيالات لابسين الابيض وتيبين لك بان كاين شي فقيه تيقرا القران ولا كيبين لك اشنو كتفهم كتفهم بان راه وقعات لاكسيدون وهذيك لاكسيدون راه ماشي كان فيها الجرح راه كان فيها الموت وراه جات لومبيلونس وهزوا هذاك السيد للمستشفى وفي المستشفى داروا ليه كذا كذا وما داكشي ما صدقش ومن الاجل دا الاجل ديالو سالت كذا فكيلخلك علاش باش يعطيك التشويق ويعطيك الاثاره هادشي كله العقل ديالك راه يستوعبه هنا كيولي داك المخرج يخاطب عقلك اللاواعي ما بقاش كيخاطب العقل الواعي يعني مجرد ما شفتي داك المشهد ديال السيدات لابسين البياض وشفتي بان الفقهاء كيقراو كذا صافي فهمتي بان راه داك البطل راه مات فنفس المعنى ولله المثل الاعلى هنايا ان سيدي ربي عطينا مشهد ديال واحد الفتيه واقفين في باب الكهف كيقولوا ندخلوا ان شاء الله لهذا الكهف بعدا صلوا على النبي اجي ندخلوا بعدا نرتاحوا هنايا وراه ربي غيدير لنا اللي فيها الخير ربي غيدير لنا اللي فيها الخير وغادي يصاوب لنا تصويبه من عنده يهيئ لكم من امركم مرفقا شوية يقولك سيدي ربي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال داك سيدي ربي بمعنى أنهم دخلوا نعسوا مشاو طيب حنا جبدناها غير على أن الإنسان ملي كيكون تيتذوق القرآن وكيتذوق ديك الجمالية ديال النظم القرآني وديك الآيات كيفاش محطوطة وكيخدم عقله وكيبدا يفكر فيها يعني يشعر بواحد المتعة وأي حاجة تشعرك بالمتعة كتبغي تعاود ديرها مرة ومرة 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 ديك. طيب نكملوا إن شاء الله ما بدأناه اليوم قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود النعسة ديال أصحاب الكهف أخي الكريم أختي الكريمة كانت عجيبة حنا إلا بغينا النعسة خصنا نسدو عينينا وهما خلا لهم سيدي ربي عينيهم محلولة وناعسين هاد الوحيدين في العالم في الدنيا اللي عينيهم محلولة أي واحد إلا بغى ينعس خصو يغمض عينيه هما الوحيدين اللي عينيهم محلولة وناعسين كأنهم كيشوفوا شنو قدامه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال شوف سيدي ربي شنو بدا كيدير مع هاد الفتية تخيل أخي الكريم أن هادو غير شباب فتية لأن كان عندهم الإيمان شوف سيدي ربي نواميس الكون قلبها على ودهم الشمس تغير المدار ديالها على ودهم هذاك الكهف اللي هو مكان موحش خلاه الله تبارك وتعالى ما مكان فيه رحمة هذيك النعاس اللي كيكون عادة أن الإنسان خصو يسد عينيه نعسوا وعينيهم محلولة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كتعرف الناس اللي تيكونوا كبار في السن تيكون كبير في السن ومبقاش مسكين تيتحرك يصابون بنوع من التقرحات في الجسد يعني بكثرت ما كيكون مسكين غير شاد الفراش كيبدا يطيب 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 حتى الجلد ديالو الجسد ديالو يصاب بتقرحات هدر اللي يجلس عام ولا عامين وهو شاد الفراش فما بالك بواحد غادي ينعس غيشد الأرض وماشي ناس على ناموسية ولا ناس على الحرير ولا ناس على شي حاجة لينة راه منو الدص أنا لا أتخيل بأن ذاك الكهف راه كانت فيه راه ناعسين على الأرض فتخيل أخي الكريم أختي الكريمة سيدي ربي هادو غيناعسو 300 عام صفت لهم ملائكة تقلبهم باش ما يطيبوش باش الجناب ديالهم ما تطيبش نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال باش ما تاكلهمش الأرض ياك وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عرفتي ديك باسط تعرف ديك الكلب ملي كيكون مسرح دوك اليدات القدامين ديالو بحال هكذا وحنا في الصلاة يقولنا سيدنا محمد عندكم لا تفترشوا كما تفترشوا السباع ملي تبغي تصلي في السجود عندك تحط يعني المرفق ديالك تحطه في الأرض حط الكفين وهز يديك الكفين وهما اللي كيتحطوا أما الساعد ما كيتحطش يعني المرفق ما تحطوش في الارض حط الكفين فقط وهز يديك في السجود فالكلب كيحط دوك المرافق ديالو فحال هكذا جالس في باب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الوسيط يعني هو داك وديك الدخله ديال الغار فحال قلتي ملي كتمشي مثلا لشي بلاصه كيكون داك البهو كيتسمى البهو
اللي كيكونوا فيه الاستقبالات مثلا في الشركات وكذا، يعني كيكون الباب هو واحد البلاصة المقدمة ديال ذاك المكان، فالوسيط هو ذاك الباب ديال الكهف، الدخلة ديال الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. كيفاش؟ واش حيت الشعوره ديالهم طوالات والضفار طوال كما يقال في بعض الكتب ديال التفاسير؟ لا، ما صحيحش بانه كانت الضفار ديالهم طويله والشعر ديالهم كان طويل، لا ما صحيحش. لان الا كان داك الكلام صحيح، دابا الشعر عندنا اخي الكريم واختي الكريمه والضفار يعني كل نهار كيتزادوا بواحد القياس، بطبيعه الحال كيكون واحد القياس صغير بالمليمترات، ولكن راه ملي كدوز واحد شهر، شهر ونص، شهرين، راه الانسان تيبان داك الشعر ديالو كيطوال. فانا اتخيل بان هاد الناس هادو كون كان الشعر ديالهم بقى كيطوال بطريقه عاديه وخف بداك الشكل العادي، يعني راه ما تجي فين تسالي 300 عام حتى يكون عندهم داك الشعر ديالهم، يعني راه فيه كيلومترات، الضفار ديالهم راه غتكون فيها امتار. فسيدي ربي خلاهم على لم يتغيروا، وهذه أيضا عاوتاني راها معجزة من المعجزات وكرامة، حيت هما ما كانوش رسول، كانوا أولياء صالحين، فهذه كرامة عطاها لهم الله تبارك وتعالى أن الضفار ديالهم بقوا عاديين ويديهم بقوا عاديين والبشرة ديالهم بقات عادية وشعرهم بقى عادي، يعني كأن النمو وقف، النمو ديال الأجساد ديالهم وقف، لم يتغير، كانش كيتزاد. ولكن كيفاش غادي نفهموا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، يعني تهرب؟ شنو المعنى؟ المعنى هو أن الله تبارك وتعالى هذاك الكهف دار فيه سيدي ربي واحد الهيبة، واحد الهيبة، واحد الهيبة. جوز من حدا ذاك الكهف كتشد الرعدة، وراه ربي سبحانه وتعالى هذا سر من الأسرار كيعطيه الله لمن شاء، كيعطيه شي مرات للناس وكيعطيه شي مرات للأماكن. شي مرات راه كاين شي أماكن مثلا دابا ولله المثل الأعلى، الكعبة المشرفة خصوصا اللي أول مرة غادي يمشي ليها، في هذاك اللحظة اللي كيشوف فيها الكعبة راه كاين اللي كيبدا يبكي 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 يبكي، راه كاين اللي كيحس بالدوخة تيبغي يطيح، راه كاين اللي كيشد الرعب في قلبه، الخوف. ها هو راه حجارة الكعبة، هيك حجارة، ولكن راه ربي دار لها الهيبة. كاين بعض الناس اللي عاطيهم سيدي ربي هذيك الهيبة، كتوقف حداها كتشدك الرعدة، الواحد كيبدا يقفقف. هو إنسان عادي ولكن عطاه الله تعالى الهيبة. فهاد الكهف هذا اللي كانوا فيه هاد الفتية سيدي ربي دار عليهم واحد الهيبة، فأي واحد كيدوز من تما، أي واحد يفكر سواء من كل الكائنات سواء من الإنس أو الجن أو الحيوانات، أي واحد يفكر أنه يدخل تما ما يقدرش. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ألبسهم الله تبارك وتعالى لباس الهيبة ولباس الوقار، باش ما يوصلهم تشي واحد، باش ما يمسهم تشي واحد، حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يفيقهم الله تبارك وتعالى بقدرته وبإرادته في الوقت اللي بغى، في اللحظة اللي بغى، باش يجعلهم آية من آياته سبحانه جل في علاه، لأنهم كانوا آية من آيات قيام الساعة وآية من آيات البعث، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. شكرا جزيلا معاشر محبي القرآن الكريم على هذا الوقت الجميل واللطيف والرائع الذي قضيناه معا، استمتعت بصحبتكم واستمتعت كذلك بصحبة الكريمة خديجة مزور في الهندسة الصوتية، والأخت الفاضلة ربيعة زرهوني في الإخراج وتنسيق الفقرات، وكان معكم من وراء الميديا عبد المجيد أمزل. لا تنسونا من صريح الدعوات، والسلام عليكم والرحمة والبركة. الله الله مولانا لما بدا منك القبول، الله الله مولانا أخرجت من سجن